بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من دونه، وعلى الله فليتوكل المؤمنين. صدق الله العظيم. الرحمة لشهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا، والحرية لمعتقلينا. نظرا للظروف التي تمر بها ثورتنا، والأصوات المتعالية، والحاجة الملحة لتوحيد صفوفنا، ومتابعة للخطى والجهود الرامية لذلك، فقد قررنا نحن قادة الكتائب التالية: كتيبة أبو القعقاع، كتيبة شهداء الحفة، كتيبة جبل صهيون، كتيبة أحفاد صلاح الدين، كتيبة المعتز بالله، كتيبة درع صهيون للدفاع الجوي، كتيبة درع السنة، كتيبة المعتصم، كتيبة المعتصم بالله المتواجدة في تراب الحفة. النقيب سعد بطار قائد اللواء. قررنا توحيد صفوفنا وتنسيق عملنا نحو هدفنا الموحد، تحت راية موحدة، تحت غطاء لواء سيوف الحق التابع لقوات السلام. وما النصر إلا من عند الله، والنصر لثورتنا. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.